رمضان شفيع يوم الأكفان، في القبر أمان، الهادي للجنان وطارق باب الريان. رمضان سحابة المغفرة في صحراء المعاصي. رمضان اعمل لنفسك ولا تنسى من انقطع عمله وأنت أمله. أحباب تحت القبور رحلوا وهم أحوج لدعائنا من حنيننا، فاللهم ارحم كل من فقدنا، وارحم وسامح كل من هجرنا وظلمنا وبالسوء هجانا، واجعل لنا في كل لحظة من رمضان يبنى لنا بيتا في الجنان. رمضان سيرحل ويعود، ولكن نحن إذا رحلنا لن نعود.